دخلت قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له حالة تأهب قصوى اتخذوا فيها إجراءات احترازية تحسبا لضربة أمريكية محتملة موجهة لنظام الأسد. مصادر مطلعة أكدت إخلاء مقاتلين إيرانيين وعناصر تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية، أكدت إخلاءهم مواقعهم في مدينة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق، فيما تتحصن قوات النظام في مواقعها منذ 72 ساعة. يأتي هذا بعد تهديد وجهته واشنطن لقوات النظام السوري بالرد على الهجمات الكيميائية التي تعرضت لها مدينة دوما والتي أودت بحياة العشرات.